اللهم صبرك، الأمر أمرك، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. شو قصة هالوجع اللي ما كان يعيف المخلوقة يا رويدة؟ ما بتذكر اني شفت هالوجع على انسان ما عدا عمتي زبيدة، بس هديك من كتر ما توجعت اتحملت 5 ايام بعدين ودعت. اعوذ بالله، فال الله ولا فالك يا رجال، شو هالحكي من عند الصبح؟ ما فائت من نومه لسه؟ يا على قامتي، ليش نامت المسكينة طول الليل عم تكابر على نفسها؟ يا على يسعد صباحك يا بدر، ان شاء الله هلا طبت. ما في امل مني يا محسن، بالظاهر اني انعطبت. ترفع راسي ما عم بحسن، وصلي على العالم من يوم السبت. يا معدتي، الشكوى لغير الله مزله، دخيلكم ما عم بتحمل الوجع. محسن ارجعي لتختك يا حبيبتي، ارجعي. ليش عم تاخدي وتعطي معي؟ مليت من التخت بالغرفة وحبيت غير جو، وقلت بتسلى نتفق وبشوف شوية ضو. بس يمكن ما في خواص، هالدواء ما واتاني. مشان الله هات فرد الرصاص وقوصني انت التاني. لك شو هالحكي هاد؟ سلامة قلبك يا روحي. شايفة الدنيا بعيني سواد، وحاسة راح تطلع روحي. محسن تعال. علمك ارتاحي حبيبتي ارتاحي، يسلم لي هالوش التفاحي. غطيها من عندك، غطيها. يلي مستغربتها يا محسن انه وش مرتك ما في صفار، يعني ما شاء الله عليها لون وشها رايق مثل اولاد صغار. وشو دخل وشها انت التانية؟ معدتها هي المعلولة. قال بوشها ما في صفار، ايش وشها يفتي يا مسلولة؟ فعلا حاسس اني مربط، وبرأيي عم اتخبط. محسن تعال اقول لك شو. شوف يا محسن، قال في طبيب باكستاني جنب حمام الايشاني، شاطر كتير بالحكمه، وبيعرف وجع المريض لو دخل عليه بالعتبه، ومجرد ما يدس المفصل الشفا بعد هالدس رح يحصل، وكل ادويته اجنبيه، وما بيعترف بالاعشاب الطبيه ولا بالوصفات الشعبيه. ولك شلون بدي اخذ مكرم لعنده؟ المسكينه ما بتحسن تمشي. وليش تاخذها لعنده؟ خليه يجي لهون. وشو اسمه الطبيب؟ الحكيم اقبال. يلا عجل روح جيبه بالحال، لانه بعد بكره رايح على الصومال. اخ يا معدتي. انا رايح اجيب لك الطبيب يا مكرم، يمكن يكون الشفاء على ايده، والله اعلم. بس هذا أجرته غالي إذا إجا عالبيت، وإنت ما معك. ليش معك؟ مشان هيك رح أكبس عالوجع وقايمة روح معك. أخ ما فيني أمشي ولا خطوة، خايفة يزيد عذابي. مشان هيك روح جيب الطبيب لهون، بنوبك سوابي، والله يعينك على هالقرشين اللي بدك تدفعهم. أخ يا بطني أخ. ولا يهمك، انا حاضر وطلباتك عندي اوامر. رايح جيب لك الطبيب قبل ما يسافر. يخرب عقلك يا مكرم، وصلت مواصيلك للطبيب الباكستاني؟ اشو بدي اعمل مع انه ما كان بحسباني. ولك خليه يتلبك، لانه هالزلمه فعلا ما عادت حبك. المهم دخل علي الطبيب ومعه اناني وانابيب، وبلش يفحصني بالسماعه، وبصراحه خفت منه يا جماعه، لذلك بلشت اشتغل فيه، وبديت هرج واتمسخر وامزح كاني عم مثل تمثيليه على المسرح. افتحي تمك تعشوف. ليش بدك تتناوق من تمي على معدتي؟ افتحي تمك بيترجعكي، هاي شغلتي. مدي لسانك، لا تنبزي تنبيز هيك عم تلاوقيني. مديها على طول وطاوقيني. بس مو لساني اللي عم يوجعني. مدي لسانك حتى يعرف شوفي بمعدتك ومسرانك. ليش لساني مرايه حتى يعكس شوفي بمعدتي؟ مدي لسانك هلا. اسالي لاشوف. يعني اذا انا سالت انت بتشوف؟ هلا لا يجننيني، لا يجننيني، اسالي لاشوف وخلصيني.
كافي. قولي 44. ليش؟ مشان اطيش. قولي 44. ليش انت جاي تعلمني الحساب؟ لك قولي 44. هات هاي شوف صوت صدرك كشن ولا نائم، ما هيك التهاب ولا لا؟ 55 55. لك يا حبيبتي يا حبيبتي لا تقول حبيبتي، هلا بيزعل جوزي. ولك يا عيني لا تدللني اذا بتحسن، هلا بيزعل منك محسن. حاضر حاضر، قولي 44 مثل ما هي، هيك علموني بالكلية. 44 44 44 44. ماشي هال ماشي هال. اميني شهيق شهيق. ما بدي يقولي شهيق، اعملي شهيق. انحكي. ايش حكي يعني؟ مثل ما بدك. ولك يا بني آدمة خدي نفس نفس، ما بيعرفي يا خدي نفس انتي؟ هيك قلي من الاول. اعملي الزفير. لا ينفخي تنفيخ، كأنك عم ينفخي تحت طنجرة طبيخ. بالمختصر يعني طالقي نفس طالقي. هيك قول من الأول. هيلو كتير هيلو كتير. أعطيني إيدك. استغفر الله عيب. لك أعطيني إيدك حتى يدسها مو حتى يبوسها. حاضر. ريهتك كوسة. شو تقشيتي مباري؟ قال تعشى وتمشى. ظاهر أنا ما تمشيت. مامي يقلك إذا كنت تمشيتي، أنا بيقلك شو تقشيتي. نركض بنركض والعشا خبز. لا حول ولا قوة. أنا شو تغديتها يوميتا؟ قال تغدى وتمدى. ظاهر أنا ما تمديت. ولك يا مخلوقة، أنا ما بيسألك إذا كنت يمديتي، بيسألك إذا كنت غديتي. قال تغدى فول وزيت وعارك الحيط. شو انتي ممثلة ولا اخدي مرضك انجلي؟ انت الطبيب ولازم تعرف. ان شاء الله شغلتك بسيطة وما في دقي للزيطة والزنبليطة. شو مرضي دكتور؟ ما بيعرف ما بيعرف. انا يبدو لي انك ابيطة. ليش هذا المرض بوجع المعدة يا طبيب؟ اخ يا معدتي اخ، كأنه حدا عم ينفخها بالمنفخ. بصراحة وبصراحة الصراحة أنا مهتار بهالتك. مين هالمخلوقة يلي قدامي؟ خالتك؟ لا، جارتي وبنت حارتي. طيب اتفضلي بقى يا هربة، حتى حاكيكي كلمتين بالإتمة مشان ما يسمع. باعتبارك جارتها، وبصراحة الطب مهتار قدام حالتها. يعني شو ممكن يكون معها؟ لأنه وجع المعدة من يومين ساطحها. ما بيعرف. أنا أقول بيعرف يكون كذاب. ما بيعرف. مجهوداتي معها طلعت خايبة، وبيجوز ينام ويفيق يلاقي حالة طيبة. طيب تفضل. تفضلي. يعني ما بدك تعطيها دواء؟ امبلا، هاي هابتين تنتين، بياخد وحدة الصبح ووحدة المساء، وكلي جوزها لا يقرب عليها شي يومين وما في داعي يدهوش فيها ويلمسها. شو وينه جوزها؟ مو انت قلت له يضل بالأوضة وما يحضر فحص النسوان؟ امبلا، هيك عادتنا بباكستان. بس بدي اياه يعاسبني يعطيني السقر يلي بيناسبني. لا تخاف، عطاني مصاري قديش بدك. مثل ما يريدي. هاتي لشوف 40 مجيدي لأيدي. ولي 40 مجيدي؟ أي لك، أنا دارس بكلية باكستان، صارف على حالي ومهترف، مالي متخرج من بستان والكل بشهادتي بيعترف. احكي لك قصة حياتي؟ لا دخيلك، لا ترويها. الله يعطيك العافية إلهي، ودي ربك يشفيها. ربي يشفيها آمين، وثبت علينا الأكل والدين. طمنيني قديش أخذ؟
قل هو الله احد. شو طلع معها؟ قولي يا معدتي رجع الوجع العن من اول واخ. عدي امنت بالله على هالحاله، ولكن صحيني شو اعمل يا رويده؟ ما في غير انك تاخذها عند الشيخ ام سعيد المكبسه، يعني بجوز يكون شي شيطان راكبها او جنيه متلبسه. شو عم تحكي؟ جنيه متلبسه؟ ايه، لانه معدتها محجره كثير ومتيبسه. حبيبتي ردي علي، بايش حاسه؟ روح عني، انت رجال غريب عني، فهمت شو بدك مني؟ انا مخلوقه موجوعه وانت مو سائل عني. واحد غيرك كان اخذني لباريز وصرف علي ذهب بريز. اخ اخ يا راسي، انتقل الوجع لراسي يا عالم. فظاعه شو عفريتي، وشلون هيك ما اجتك الضحكه؟ لك ما بتقدر تضحك وتغلط لانه براسه في مخطط. ومن هون لهون ولما شاف وجعي بلش يزيد اخذني لعند الشيخه المكبسه ام سعيد، ولأنها غالية أخذت منه يلي بتريد. سمعتك وما في داعي للشرح، لأنه صاحب البلية برش على القصة بهار وملح. سطح يا أختي على الفرشة لبين ما جيب العدة من الورشة. أنا عدة؟ وأنا ورشة؟ مرتك في بعقلها هرشة وبالمعدة عندها أوجاع، وصحتها الآن على نكشة، وإبليس المجرم طمع. وشو دخل إبليس؟ قال شو دخل إبليس؟ قال إبليس بيحتل الجسد شوي شوي وبالتدريج، لكن باسم الواحد الأحد رح أهبش جسمه تهبيج. جسم مين بدك تهبجي؟ يو جسم إبليس يلي ساكن جسدك. هلأ فوت راسك بهالكيس وبعمل حالي عم بجلدك. يعني هي ما رح تنجلد وما رح تصيبها طرطوشة؟ هلأ لا ترتعب ولا ترتعد ولا تعمل لي طوشة ولوشة، ويكون بعلمك أنا ما بحب اللي بينتقل، بقى أقوم وقف جنب البرطوشة. ليش بدك تتحشي راسي بالكيس؟ معلوم، لحتى ابليس بجسمك ما يشوف العصاية، لانه ابليس ولعلمك اكره عليه التربايه. انو عصاية؟ انا عندي كم قضيب رمان ملجرتهم لهالشغله، ولما بيشوفهم هالشيطان بيعرف انه بده ياكل اكله. بس عم تقولي الشيطان الرجيم متغلغل فيها، يعني رح تاكل كم قضيب ويمكن تروح فيها. شو هالحكي؟ ايه بعت لك الهنا الهي بجاه الحبيب، انا بس اضربها بالقضيب. لكن شو رح تعملي؟ رح لوح فيه بالهواء فوق جسمك تلويح، بفكر هو اني رح اسلخ جلده بيقوم بيصيح، وبعد كم تلويحه بيهرب من جسمك وبيملص، وهو بيطلع من هون والوجع يلي عندك بيخلص. ما بصير بلا الكيس. هيك اصول التكبيس، لازم كيس لك راسك تكيس. هاتي راسك لشوف. ان شاء الله لا تضربيني، اعملي معروف. ولي على بختك، اعتبريني مثل اختك. ان شاء الله يا رويدة. شو هاد اللي مسكته بايدها؟ اطلع اطلع يا ابليس الكلب اطلع، واجه ام سعيد ان كنك شجاع. اطلع يا ملعون الوالدين، خيب الله قصدك، اطلع قبل ما العن ابوك على جدك. شو بك ام سعيد؟ طلع طلع والحمد لله، طلع مثل المذلول. يخرب بيته شو قرد، كان ناوي يسكنها على طول. يعني هلا ما عاد تتوجه؟ يمولي هالكيس من وشي. شلون حاسه هلا؟ في وجع شي؟ ما بعرف، يمكن خف شويه. ايه الحمد لله على السلامه يا مكرم. خذها يا محسن، الله يخليها لشبابها، وباجيبها اذا شي وجع صار. الله لا يقدر. شو امرتي ام سعيد؟ 100 مجيديه اذا بتريد. 100 مجيديه؟ انن سنتين تسعيدي هي. تفضلي، وبترجاكي لا تزعلي لانه عذبناكي. الحقيقه ما كنا بنعرف شو بدنا نعمل لولاكي. الله معكم، مع السلامه. يا لطيف يا لطيف، شو انك قادره وقويه. انت قولي سماويه. لا، وبهالتمثيلية عرفت الدجل والزعبرة والحكي الفاضي والمسخرة، عرفت قصص العطارين والأطباء الدجالين ويلي عاملين حالهم شيخات والمحتالين. هذا كله مرمعي لمس اليد وشوف العين. اي والله ما أكون أنا بداليك، ما بتحش راسي بالكيس ولو بدي روح معيس. شايفة مأواها؟
الخلاصة رجعت على هالبيت منهنها من الرعبة، وكان الوجع معي حبة ساويته قبة. آخ 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 يا جسمي آخ آخ. شو طلع معها أبو زهدي؟ مع الزايدة، لازم أنقل على المستشفى فورا. يعني بدها عملية؟ عالحارق، وإلا بتخسر المخلوقة. ها لتكون مخربط أبو زهدي. شلون بدي خربط يعني؟ لك إذا صلي حلاق وطبيب ومطهر وحجام أكثر من 40 سنة بيجي شرواك بالخير بيلي عم تخربط؟ شايفني ولا صغير قدامك؟ لك أنا إذا مو ملعني ملعني أكثر من 20,000 درس بحياتي، وإذا مو مطهرني مطهرني أكثر من 10,000 حمامة وفرفورة، وإذا مو مكبسلي مكبسلي أكثر. أخي آمنا وصدقنا، شو حسابك إذا بتريد؟ 90 مجيدية يا حبيبي. على عيني وراسي. اتفضل أخي شرف، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك، سلام عليكم. مع السلامة يا أخي. يا جسمي آخ يا راسي آخ يا بطني. سلامتك سلامتك. سامعة يا رويدة، قال معها الزايدة. قال معناتها لازم ننقلها على المستشفى فورا، بركي فجرت معها الزايدة على الغفلة. لك شو تنفجر أنت التانية؟ شو تنفجر؟ روحي غيري أوعيكي حتى تساعديني فيها، وعلى بين ما خليها تلبس أوعية. يلا رايحة أوام فورا بسرعة خفيها. لا تأخذني تقبرني، عم عزبك معي كله بيهون، بس انت ما تتوجعي. يعني انت بتحبني؟ لك هالشغله بدها سؤال. قومي 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 غيري اوعيكي مشان اخذك مشوار ضروري. مالك بالعاده انا مشوار هاد؟ بصراحه مثل ما قال ابو زهدي على المستشفى. وليش المستشفى بقى كفالة الشر؟ لانه بدك عمليه، انت معك الزايده ولازم يفتحوا بطنك حتى يتاكدوا. انا مع الزايدة؟ لك هلأ قومي بدون ما تنفجر على الغفلة. طيب بس قبل ما أقوم بدي أسألك. لك تفضلي بس عجلي مشان الله عجلي. قديش صرت دافع مصاري على صحتي؟ 300 مجيدي. لك أنا حاجتك لهون بكفي. شلون يعني؟ شو حاجتي لهو؟ لأنه ليكني أنا ها قدامك مثل الحصان ما فيني شي. شو الحكي؟ يعني طبتي؟ مو مسألة طبت، بالأصل ما كان فيني شي. شو أصل وفصل؟ صدقيني ما بفهم عليك شي. يعني أنا ما كان بطني عم يوجعني ولا بعمري عرفت شو هو وجع البطن، بس أنا عملت فيك هيك لحتى تبطل يكون معك مصاري وما تعطيني. يعني أنت هلأ مثل ما ولك شحاطة استكترت علي يا بخيل شحاطة. صدقيني أنا لما أنت الله منعم عليك وعندك مصاري ما بتاكل النيران، بقى إذا ما تنعمنا فيها نحنا مين بده يتنعم فيها لكان؟ العمى! أنا كنت سهران عليك ومهدود الحيل وما عم نام الليل، وأنت ما فيك البلا مثل قرود الفلا. فعلاً ثبت لي إنك بتحبني، لكن عاشق وبخيل ما بيركبوا صدقني. اللهم صل على الرسول الكريم، فعلاً إن كيدكن عظيم. وهلأ؟ ما بعرف شو يعني وهلأ؟ يعني بدي سوارة ذهب وخاتم سوليتير ومبرومتين وشحاطة. بس صدقيني يا مكرم ما معي فراطة. آخ يا بطيان! لا 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 لا، ولا يهمك ولا يهمك، كل شي رح يحضر. ولك ريته يسلم لي هالطول وما أعدم هالمنظر.